السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول، حجم السوائل السعة. يلا بينا أولاد، أول حاجة بناخدها مع بعض هي ركن الرياضيات. تعال نشوف ركن الرياضيات بتاعنا فيه ايه. عندي الساعة، إطار الخمس خانات، النتيجة ودي عبارة عن يوم وشهر وسنة، مخطط المئة وعشرون والحاويات، وأيام الأسبوع وشهور السنة. تعال نشوف مع بعض ايام الاسبوع كده اولاد. هي الاسبوع فيه 7 ايام. برافو عليك. بتبدا بيوم السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه، وده اخر يوم في ايام الاسبوع. طب احنا يوم ايه النهارده؟ الاربعاء. برافو عليك، انا وضعت لك عليه ايه؟ نجمه. يلا بينا مع بعض حبايبي والتقويم الهجري. يلا مين الشاطر اللي حافظ اشهر السنه الهجريه؟ محرم صفر، ربيع اول، ربيع اخر، جمد اول، جمد اخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. تمام، وانا عارفه ان انا عندي ايه؟ 12 شهرا. يا ترى احنا في شهر ايه يا سنه ثالثه؟ شهر ربيع اول. بعد كده اولاد عندي التقويم الميلادي، شهور السنه الميلاديه 12 شهرا. تبدا ب يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، واخرهم ديسمبر. طب احنا في شهر ايه يا اولاد؟ احنا في شهر نوفمبر، وده ترتيبه الشهر الحادي عشر في شهور السنه الميلاديه. يلا بينا مع بعض ومخطط المئة وعشرون. واحنا طبعا المخطط ده شفناه كتير قبل كده، وعارفين ان المخطط ده بيدوب مجموعة من الاعداد من 1 لـ120. لازم يبتدي من تحت من جهة ايه؟ اليسار. برافو عليك، يعني بدايته من تحت من جهة اليسار. يا ترى احنا جينا كام يوم الى المدرسة سنة تالتة؟ 17 يوما. برافو عليك، هنضع دائرة. بعد كده عندي اطار الخمس خانات، همثل فيهم العدد 17. انا عندي اهو 15 موجودين، وعندي 16 كمان موجوده. هضع النهارده الدائره الجديده رقم 17. بعد كده عندي حاويات الاعداد، انا عارف انها بتتكون من خانه الاحاد والعشرات والمئات. يلا نمثل الرقم 17، يبقى 7 في خانه الاحاد وواحد او حزمه في خانه العشرات. ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 في خانة الأحاد، وحزمة واحدة بعشرة في خانة العشرات. وصلنا للوقت يا سنة تالتة، يلا بينا مع بعض نشوف العقرب القصير فين والعقرب الطويل فين. العقرب القصير على العاشرة، والعقرب الطويل اللي هو الدقائق على الاثنى عشر، يبقى الساعة العاشرة بالضبط. نبدأ أولاد بسؤال التهيئة بتاعنا. قارن بين الصورتين، أي منهم يأخذ ماء أكثر؟ أنا عندي أهي الصورة الأولانية فيها صورة إيه أولاد؟ صورة دلو. طب والصورة الثانية؟ شايف اللي قدامك ده، الإبريق اللي قدامك أو الوعاء اللي قدامك ده؟ يلا عايزة أقارن ما بين الصورتين. يا ترى يا أولاد مين فيهم أقدر أحط فيه كمية أكبر أو أكثر من الماء؟ برافو عليك، سمعك بتقولي الدلو هياخد كمية أكبر. ليه؟ لأن ساعته أكبر. تعال نفهم بقى يعني إيه الكلام ده من خلال درسنا النهاردة. يلا بينا مع بعض يا أولاد، من خلال سؤال التهيئة اللي احنا شفناه مع بعض قبل كده هنتوصل لساعات الوعاء. يعني إيه ساعات الوعاء؟ ساعة الوعاء دي يعني كمية السائل الإجمالية التي يمكن أن تملأ هذا الوعاء. طب أنا مش فاهم يا ميس، حضرتك بتقولي إيه؟ يلا بينا نفهم تاني. أنا عندي طبعا وعاء عايزة أملاه بكمية سائل معينة، يبقى هي دي اسمها سعة الوعاء. يبقى سعة الوعاء تاني التعريف لمرة أخرى هي كمية السائل الإجمالية التي يمكن أن تملأ هذا الوعاء. يلا بينا نشوف مع بعض كده. وحدات قياس حجم السوائل السعة. تمام، زي ما احنا عارفين يا سنة تالتة ان كل مقياس وليه ايه؟ وليه الخصائص بتاعته. يلا بينا مع بعض نشوف وحدات قياس حجم السوائل السعة. يا ترى يا ميس انا هقيس الساعة دي بايه؟ عايزين نشوف وحدات القياس بتاعتها. يلا بينا مع بعض نشوف اول وحدة قدامي اللي هي وحدة ايه؟ المللي لتر.
الملي لتر، والاختصار بتاعها يا سنة تالتة ميم لام لام اللي هي ملي لتر، ده اختصار لإيه؟ للكلمة اللي فوقيها اللي هي الملي لتر. وإيه تاني معايا؟ اللتر، اللتر بيرمز ليها بالرمز لام. تمام كده يا سنة تالتة؟ يبقى احنا خدنا من وحدات قياس حجم السوائل اللي هي السعة بناخد الملي لتر وبناخد اللتر. يا ترى يا ميس هستخدم الملي لتر امتى وهستخدم اللتر امتى؟ الملي لتر بستخدمه عندما نقيس به الأوعية الصغيرة. يبقى تاني الملي لتر اللي هو الميم لام لام هو الوحدة الأصغر ونقيس به سعة الأوعية الصغيرة مثل الملعقة وعلبة العصير. تمام، يبقى خلاص كده عرفنا الملي لتر بنقيس به أي حاجة إيه صغيرة أو حجمها صغير. يلا بينا كده اللتر، تعالى كده نشوف اللتر معايا هنقيس بيه ايه. هنقيس بيه يا ميس سعه الاوعيه الكبيره. يبقى اللتر ده هو الوحده الاكبر ونقيس به سعه الاوعيه الكبيره مثل زجاجات المياه، أو زي ما ماما كده بتجيب لك زجاجات مياه كبيره بتبقى كذا لتر، صح كده؟ وايه والدلو، الدلو ده اللي هو ايه اللي احنا بنملاه برضو بيبقى حجمه كبير، يبقى بالتالي سعته من الداخل كبيره. السؤال يا ولاد بيقول لي ضع دائرة حول السعة المناسبة لكل إناء. تعال نشوف كده أول حاجة معايا إيه؟ الملعقة. يا ترى افتكر معايا كده هي الملعقة دي من السعة الصغيرة ولا سعتها كبيرة يا ولاد؟ تعال نشوف كده الاختيارات معايا، عندي 16 لتر و1 ملي لتر. يا ترى الملعقة دي سعتها ايه، صغيرة ولا كبيرة؟ لا انا سمعك بتقولي صغيرة. طب الاوعية الصغيرة بنقيس بيها وحدة ايه؟ برافو عليك الملي لتر، يبقى انا هختار ايه؟ 1 ملي لتر. يلا بينا مع بعض وزجاجة اللبن. احنا شايفين اهو زجاجة اللبن، يا ترى بتبقى 50 لتر ولا 2 لتر؟ هي يا سنة تالتة ماما ما بتجيب زجاجة لبن كده بتبقى 50 لتر ولا 2 لتر؟ يا ترى احنا انا عندي دلوقتي اللي هي الوحده بتاعتي متساويه هنا لتر وهنا لتر، بس يا ترى يا سنه ثالثه ال 50 لتر دي طبعا كميه كبيره جدا، السعه بتاعتها طبعا من الداخل بتبقى ايه كبيره جدا. طيب ولا 2 لتر؟ لا طبعا انا عارفه يا ميس ان زجاجه اللبن بتساوي 2 لتر. بعد كده يا ولاد عندي الدلو. يا ترى الدلو ده سعته كبيره ولا صغيره؟ سعته طبعا كبيره، برافو عليك، يبقى هستخدم له وحده قياس اللتر ولا الملي لتر؟ لا طبعا يا ميس اللتر بقيس بيه السعه الكبيره، يبقى برافو عليك هنختار ايه؟ 3 لتر. ووصلنا يا سنة تالتة لسؤال المتفوقين. طبعا لازم تبقى مركز كويس في الدرس بتاعي عشان نعرف نحل السؤال ونكتب الإجابة في التعليقات. يلا بينا مع بعض نقرأ رأس السؤال. اكتب وحدة القياس المناسبة لتر ولا ملي لتر؟ هاي يلا بينا كده نشوف الأشكال اللي عندي. أنا عندي دي إيه؟ زجاجة عطر. دي إيه اسمها؟ زجاجة عطر. يا ترى هنستخدم في قياسها اللتر ولا الملي لتر عشان نقيس السعة اللي من جوه الزجاجة؟ ها يلا بينا. عندي حوض الاستحمام او البانيو، ها هنستخدم هنملاه باللتر ولا الملي لتر؟ الساعة بتاعته من جوه اللتر ولا الملي لتر يا سنة تالتة؟ فكر ومستنية اجابتك. عندي كمان الحقنة، الحقنة يا ترى ساعتها من الداخل هنستخدم اللتر ولا الملي لتر؟ برضو فكر معايا ومستنية اجابتك. السؤال يا ولاد بيقول لي اكتب سعة السائل في كل اسطوانة، اكتب سعة السائل في كل ايه؟ اسطوانة. يلا بينا نشوف مع بعض. ادي الاسطوانة الاولى اهي، عايزة اعرف سعة السائل اللي جواها ده كم ملي لتر. تعالى نشوف كده. بتبدأ من تحت بايه؟ بتبدأ بالصفر. انا عندي زجاجة المخبار اللي قدامي دي بتبدأ من تحت، اهي اول درجة فيها ايه؟ الصفر، برافو عليك. طيب هشوف حجم السائل واصل لحد فين، انا ماليش دعوة الزجاجة نفسها قد ايه، انا بوص على حجم السائل في الدرجات اللي قدامي في المخبار المدرج اللي قدامي ده. وصلت لايه؟ الصفر، هي بادئه من عند الصفر وهطلع معاها لحد فوق لقيتها وصلت لكام؟ ل80 ملي لتر، برافو عليك، يبقى سعه السائل 80 ملي لتر. يلا بينا مع بعض ونشوف المخبار المدرج الموجود امامي. بيقول لي سعه السائل بيساوي، احنا طبعا عارفين المخبار المدرج بيبتدي من ايه؟ برافو، بيبتدي من الصفر.
ايه، وبيفضل يتدرج كده سنه اولى سنه ثالثه لحد ما يوصل لايه للساعه اللي انا عايزه ايه اقيسها. يا ترى هو واصل لي لحد كام؟ ايه حجم السائل اللي جوه المخبر المدرج ده موجود لحد كام؟ اه ده انا شايفاه مثل حد 50. برافو، يبقى ساعه السائل عندي 50 ملي لتر. جه ميعادنا مع سؤال المتفوقين، فكر يا ولاد في السؤال وهنتظر اجابتك في التعليقات. السؤال بيقول لي اختار الاجابه الصحيحه. الزيت في الزجاجة يا ترى هقيسه باللتر ولا بالملي لتر؟ فكر. الزبادي داخل العلبة يا ترى هقيسه الساعة بتاعته باللتر ولا بالملي لتر؟ ها، الدواء في الحقنة باللتر ولا بالملي لتر يا ولاد؟ وبكده يا ولاد يكون انتهى الفيديو بتاعنا. هنتظركم ان شاء الله في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.